شو بتقول الأفلاك لمواليد الدلو بشهر كانون الثاني جانوري يناير من عام 2023؟ يا عزيزي، بتفتتح السنة مع وعود جيدة جدا للفلك، لأنه ميركور ببرجك طوال الشهر بينضم لإلو فينوس بتاريخ 4 وبيستقر حتى تاريخ 27، في حين أنه مارس موجود ببرج هوائي مثلك هو الجوزاء، وجوبيتر موجود ببرج الحمل أي بموقع مناسب لإلك. ما بيعني أنه هالمشهد الفلكي بيكون جيد جداً بالنسبة لإلك وبيدعيك للانفتاح والتألق. بتباشر بمشاريع جديدة أو بتتلقى عروض بهالمجال، وبتهديك الكواكب فرص بتغمر قلبك بالفرح. أما القمر الجديد بتاريخ 12 ببرج الجدي فبيحمل لك أجوبة كتيرة عن تساؤلات ويمكن حيرتك بالسابق، وبيعني كمان انخراط بميادين روحية ثقافية فكرية جديدة. أنت برج هوائي بتحب المواضيع الفكرية والثقافية والنقاشات والمفاوضات وبتتحمس، يمكن هالحوارات تنعش روحك، تشفى من بعض التعب أو من وعكة صحية أو من تراجع أضناك يا عزيزي. بتطل على بعض الاقتراحات يلي بتناقشها مع المحيط، ويمكن تؤدي لتغيير بحياتك، سواء إجا هالتغيير على شكل ربما مكان إقامتك أو سكنك أو علاقات لإلك مهمة أو حتى بمجال عملك. تكتر النشاطات والمشاريع المتنوعة، بتحتفل بمناسبة، بتسافر بحثاً عن لقاء مهم، أو بتبلش عملية إبداعية وبتهيئ لها. انتهى زمن المراوحة والانتظار، كأنك هلأ عم تتحرر شوي شوي من الأثقال، وكأنه العمل يلي تتطرق لإله يوقظ حماستك أكثر من السابق. تلتقط فرصة عزيزي الدلو ما كنت بالحسبان، أو بتناقش عقد مهم مع جهة فاعلة وبيكون لرأيك الاهتمام الكبير. بتوضع جدول لمشروع أو لاستراتيجية معينة بدك تقوم فيها، وبتعقد لقاء مالي من جهة بيوفر لك معلومات غنية جدا، مالي مع جهة بتوفر لك معلومات غنية. بس دايما لازم تضبط النفس وما تظهر أي غضب أو انشغال أو انفعال، حتى ولو سمعت كلام ما بيرضيك، أو حتى لو تخاذل أحد عن مساعدة أنت طلبتها أو بدك إياها، أو عن مجهود أهمله وأدى إلى بعض الخسارة بسبب هالإهمال في السابق. نعم عزيزي الدلو، أنت أمام شهر جيد بيحمل لك بعض الانعطافات، ولو أنه بعده كوكب ساتورن ببرجك. وقلت لك بشهر أذار، قلت لك بأول السنة، بشهر أذار مارس لح يحررك وينتقل إلى برج الحوت.